بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. 奉至仁至此的安拉之名，对众人的清算已经临近了，他们却在疏忽之中不加以思维。每逢有新的纪念从他们的主降临，他们倾听他并加以嘲笑。他们是心不在焉的，不义者秘密谈论说，这只是一个像你们一样的凡人，你们明知是魔术而顺从他吗？ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. 他说，我的主知道在天上和地上所说的话，他却是全聪的，却是全知的。但他们说，这是痴人说梦呢，还是他捏造谎言呢？还是他是一个诗人呢？叫他像古代的众使者那样昭示我们一种迹象吧。 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. 在他们之前，我所毁灭的城市，没有一个曾信迹象的，现在他们会信迹象吗？在你之前，我只派遣了曾奉启示的许多男人。如果你们不知道，就应当询问精通纪念者。我没有把他们造成不吃饭的肉身，他们也不是长生不老的。此后，我对他们实践诺约，故拯救他们和我所抑郁者，而毁灭了过分者。لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. 我却已降示你们一本经典，其中有你们的纪念，难道你们不了解吗？ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم
كنتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 我曾毁灭了许多不义的乡村，随后我曾创造了别的民众。当他们感觉我的言行的时候，他们忽然奔跑，你们不要奔跑，你们回去享受你们的豪华生活和你们的住宅，以便你们将来受审讯。他们说， 哀哉我们，我们原来确实不义的人。那句话将要成为他们的哀号，直到我使他们变成骨茬和死灰。 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 我未曾以游戏的态度创造天地万物，假若我要消遣，我必定以我这里的东西做消遣，我不是爱消遣的。 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 我以真理投掷谬妄，而击破其脑袋，谬妄瞬时消亡。悲哉你们！由于你们对安拉妄加描述，凡在天地间的，都是他的；凡在他那里的， 都虔诚地崇拜他，既不傲慢，又不疲倦，他们昼夜赞他超绝，毫不松懈。 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 难道他们把大地上的许多东西当神明，而那些神明能使死人复活吗？除安拉外，假若天地间还有许多神明，那么 天地必定破坏了。赞颂安拉，宝座的主是超乎他们的描述的，他自己的行为不受审讯，而他们都是要受审讯的。 أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 难道他们除安拉外还侍奉许多神明吗 你说，你们拿证据来吧，这是对于我的同道者的纪念
也是对于在我之前者的纪念，但他们大半不知真理，背弃他。在你之前，我所派遣的使者都奉到我的启示，除我之外绝无应受崇拜的，所以你们应当崇拜我。وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 他们说至人主以天神为女儿赞颂安拉超绝万物不然他们是受优待的奴仆他们在他那里不敢先开口他们只奉行他的命令他知道在他们前面的和后面的他们只替他所喜悦者说情他们应敬畏他而恐惧 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ他们中谁说我是安拉以外的神明我就以火狱报仇谁我将要这样报仇一切不义者 أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 不信教者难道不知道吗天地原是闭塞的而我开天辟地，我用水创造一切生物，难道他们不信吗？我在大地上创造了群山，以免大地动荡而他们不安。我在群山间创造许多宽阔的道路，以便他们能达到目的。我把天造成安全的穹隆。而他们忽视其中的迹象，他是创造昼夜和日月的，天体运行各循一条轨道。كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 在你之前的任何人我没有为他注定长生如果你死了难道他们能够长生吗凡有血气者都要尝死的滋味我以祸福考验你们你们只被召归我 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 当不信教者看见你的时候，他们只把你当作笑柄。他们说，就是这个人诽谤你们的神明吗？他们不信至人主的纪念。 خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 人是生来急躁的，我将要昭示你们我的迹象，所以你们不必催促我。 他们说，这个警告将在何时实现呢？如果你们是诚实的人，假若不信教者，知道在那个时候，他们不能对自己的面部和背部防御火焰，他们也不能获得援助，但复活时将突然来临。 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 在你之前，有许多使者，却已被人愚弄，而愚弄的刑罚已降临愚弄者了。你说，谁在昼夜中保护你们，使你们得免于至人主的刑罚呢？不然，他们背弃他们的主的纪念，除我之外，难道？ 他们有许多神明保护他们吗？他们所崇拜的神明不能自卫，他们对我的刑罚也不蒙庇护。بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 不然，我使这等人和他们的祖先得享受安乐，直到他们的寿命延长。难道他们不知道我来缩小他们的边境吗？ 难道他们是战胜者吗？ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 你说，我只借启示而警告你们。 当聋子被警告的时候，他们听不见召唤。如果你的主的刑罚有一丝毫接触他们，他们必定说：“悲哉我们！我们原来却是不义者。”在复活日，我将设置公道的天秤，任何人都不受一点冤枉。 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 我却以赏赐摩西和哈伦证据和光明 以及敬畏者的纪念，敬畏者在秘密中敬畏他们的主，他们是为复活时而恐惧的，这是我所降世的吉祥的纪念，难道你们否认他吗？ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 以前我却已把正直赏赐伊布拉欣，我原是深知他的。当时，他对他的父亲和宗族说：“你们所依恋的这些雕像是什么东西？”他们说。 我们发现我们的祖先是崇拜他们的。他说：“你们和你们的祖先，却已陷于明显的迷雾之中。”他们说：“你是对我们说正经话呢，还是和我们开玩笑呢？”他说：“不然，你们的主是天地的主。” 是天地的创造者，我对于此事是一个证人。至安拉发誓，你们转身离开之后，我必设法毁掉你们的偶像。فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 他把偶像打碎了，只留下一个最大的，以便他们转回来问他，他们说：“谁对我们的神灵做了这件事呢？他却是不义的人。”他们说：“我们曾听见一个青年，名叫伊布拉辛的，诽谤他们。”他们说：“你们把他拿到众人面前，以便他们作证。”他们说。伊布拉辛啊，你对我们的神灵做了这件事吗？他说，不然，是这个最大的偶像做了这件事。如果他们会说话，你们就问问他们吧。فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 他们就互相批评，随后说：“你们崇拜偶像却是不义的。”然后他们倒行逆施，他们说：“你却已知道这些是不会说话的。”他说：“你们舍安拉而崇拜那些对你们毫无祸福的东西吗？呸！你们不崇拜安拉，却崇拜这些东西，难道你们不理解吗？قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 他们说：“你们烧死他吧，你们援助你们的神灵吧。如果你们有所作为，我说，祸啊！”你对伊布拉辛变成凉爽的和平的吧，他们想谋害他，但我使他们变成最亏损的。ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 我拯救他和鲁特，而使他俩迁移到我为世人而降福的地方去，我赏赐他伊斯哈格，又增赐他伊尔孤白，我使他们都变成善人，我以他们为世人的师表，他们奉我的命令而引导众人，我启示他们，应当力行善事，谨守拜功。ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 我赏赐鲁特智慧和学识，我拯救他脱离有会醒的城市。 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 你应当叙述努哈以前他曾呼吁我故我答应了他并且拯救他和他的信徒们脱离忧患我使他脱离否认我的迹象的民众他们却是恶民 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون 你应当叙述达伍德和苏莱曼 当百姓的羊群夜间出来吃庄稼的时候，他俩为庄稼而判决。对于他们的判决，我是见证。我使素来曼知道怎样判决。每一个我都赏赐了智慧和学识。我使群山和众鸟随从达伍德一道赞颂我。 我曾经做过那件事了，我教他替你们制造铠甲，以保护你们，使你们得免于战争的创伤。这你们感谢吗？ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 我替素莱曼制服狂风他奉他的命令而吹到我曾降服的地方 我是深知万物的，我又替他制服一部分恶魔，他们替他潜水，并且做其他工作，我是监督他们的。 وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 你应当叙述埃优布，当时他曾呼吁他的主，说 顾忌却已伤害我，你是最仁慈的，我就答应他的请求，而解除他所患的顾忌，并以他的家属和同样的人赏赐他，这是由于
从我发出的恩惠和对于崇拜我者的纪念。وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 你应当叙述伊斯玛仪伊德利斯住了基弗勒都是坚忍的我使他们进入我的恩惠之中他们却是善人。وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 也应当叙述左农当时他曾愤愤不平地离去他猜想我绝不约束他他在重重黑暗中呼吁说除你之外绝无应受崇拜者我赞颂你超绝万物我却是不义的我就答应他而拯救他脱离忧患我这样拯救信教者脱离忧患。وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 你应当叙述宰凯里亚当时他曾呼吁他的主说我的主啊求你不要任随我孤独你是最好的继承者我就答应他而且赏赐他叶哈雅并改正他的妻子他们争先行善他们因希望和恐惧而呼吁我他们对于我是恭顺的والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 你应当叙述那保持贞操的女子我把我的精神吹入她的体内我曾以她和她的儿子为世人的一种迹象你们的这个民族却是一个统一的民族我是你们的主故你们应当崇拜我وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون 他们分成了若干教派，各派都要归于我谁信教而且行善谁的牢记绝不遭否认我却是记录他的善功的 وحرام على قرية أهلكناها
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 我所毁灭的市镇想复返人事那是不可能的 直到雅诸者和马诸者被开始 而从各高地溜向四方，真实的应许将近了。不信教者突然瞪着眼睛说：“悲哉我们！我们对于今天曾是疏忽的，不然我们是不义的。” إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 你们和你们设安拉而崇拜的，却是火狱的燃料，你们将进入火狱。假若这些是神灵，他们不进入火狱了，他们都将永居其中，他们在其中将经常叹息。 他们在其中将一无所闻 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 曾蒙我最优的待遇者将远离火狱而不闻其最微的声音他们将永居在自己所爱好的享乐中 不使他们忧愁最大的恐怖，众天神将欢迎他们说：“这是你们曾受应许的日子。”Yawma natwi as-samaa'a kataysijilli lil-kutubi kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 在那日我将天卷起犹如卷轴将书画卷起一样起初我怎样创造万物我就怎样使万物还原这是我自愿应许的我必实行它在纪念的经典之后 我却已在宰普尔中写道：“大地必为我的善仆所继承。对于崇拜主的民众，此经中确有充足的裨益。我派遣你，只为怜悯众世界。” قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 你说我只奉道启示说你们所当崇拜的只是独一的主宰 你们归顺吗? 如果他们背离正道, 你就说, 我公平地通知你们, 我不知道你们所被警告的刑罚是临近的呢? 还是遥远的呢? 他的确知道公开的言语, 也知道你们所隐晦的, 我不知道, 这或许, 是对你们的考验和暂时的享受。他说：“我的主啊，求你秉公判决。我们的主是至仁的主。对于你们所用以描述他的言语，他是被求助的。”